أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم طرح مسابقات في المساجد بحيث يطرحها الإمام على جماعة المصلين ويجعل هدايا مقابل حل هذه المسابقة يجعل لها وقت آخر لتسليمها في المسجد بحفل تكريم؟ لا بأس بذلك، لأن شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم يقولون إن هذا يدخل في الجهاد في سبيل الله، لأن تعليم العلم النافع وتدريس القرآن هذا من الجهاد في سبيل الله، يجوز عليه أخذ الجائزة. نعم.